نفسها البيسك بايوكيمستري فيها اوفرلابينج مع سم اسبيكت اوف باثولوجي از ويل از الفيزيولوجي بارت. سو ذاتس واي التايتل للفيرست ليكتشر is describing the special aspects of renal metabolism. So we will talk about the metabolism that's going to be conducted by the renal system and the things that are related to the renal function. وراح نحكي شوي عن acid-base balance control by the renal system. So these are the two important parameters or special metabolites that are related to the renal system. راح نناقش كيف الميتابوليزم تبعهم اللي هم اليوريا والكرياتينين and why they are used as a marker for renal function. And then how the renal system is responsible for the buffering system and controlling the hydrogen ion concentration in the body. And finally, we'll discuss some issues of the transportation of the renal system, اللي هو reabsorption or release of certain metabolites. So basically as a معلش حدا من الاخر والله اللي دخلت لو سمحت الضوء اللي من قدام اذا بتقدر على اليسار عندك على يسارك من هون بس الإضاءة الأمامية زبط لي إياها وسكر الباب الله يرضى عليك لا أوكي جود بس الباب الله يخليك شكرا لك هلا من ناحية بايوكيمستري بالأساس إذا واحد بيكون مخلص بايوكيمستري أو أي شيء له علاقة بالبيولوجي أو حتى البلانت بيولوجي أو الميديسن لازم يكون عارف الباك بون الأساسية للميتابوليزم This is because انه it's the major or the main pathway for energy production for all types of cells كل انواع الخلايا بتعتمد على هاي الباثوي حتى تنتج الطاقه هلا اذا الخلايا هذول كان عندهم ميتوكوندريا وكان عندهم enough amount of oxygen they will continue with the Krebs cycle هلا most of the cells will have this metabolic pathway او catabolic pathway اللي هو الجلايكوليسيس process هلا الباك بون هذا ليش بنسميه باك بون لانه it has integration or relationship with other metabolic pathways. هلا واحد منهم اللي هو اليوريا سايكل راح نحكي عنها اليوم. اليوريا سايكل basically interferes or has integration with the Krebs cycle because we have shared molecules between them as well as some amino acids will provide precursors for the next cycle of the urea cycle. Okay? So urea cycle generally speaking aims to produce the urea from أمونيا مولكيولز فالوظيفة الأساسية لليوريا سايكل كل هاي البروسيس هو فعليا مش بتعمل البروسيس عشان تخلص من الأمونيا جزء منها التخلص من الأمونيا however we have these intermediates in the middle they have certain metabolic functions اللي هم الميتابولايتس عشان هيك في عندنا علم كامل اسمه ميتابولوميكس إذا سمعتوا فيه زي الجينوميكس مثلا الجينوميكس science of genes تمام او DNA sequences او الجينوم البروتيوميكس صار في عندنا علم خاص بالبروتينز اسمه بروتيوميكس تمام وفي عندنا علم خاص بالكربوهيدرات جلايكوميكس بسموه اوكي وعلم خاص بالليبيدز فاللي كنا ندرسه زمان على اساس انه هو ماكرومولكيول جزء من البيولوجي بعدين صار جزء من الكيمستري صار الان كل واحد منهم برانش اوف ساينس الميتابولايتس از ويل صار في لهم علم خاص اسمه ميتابولوميكس just to know why we have such of these compounds. هلا واحد من الاكزامبلز دا نشرحهم على اساس انهم الانيوجوال امينو اسيدز اللي هو الاورنيثين. هلا بالنسبه لنا احنا مهم جدا نعرف انه هاي السايكل is very important to release or to form الامونيا instead of having امونيا. الهدف الاساسي منها بالنسبه للكورس تبعنا انه نتخلص من الامونيا الموجوده في السيركيوليشن. Why؟ لانها توكسيك. هلا مطلوب مننا بنهايه المحاضره نعرف شغلتين the mechanism of toxicity why الامونيا is toxic and how it's going to be converted to urea and why it's converted to urea يعني ليش مش لمولكيول ثاني ليش ما نحط الامونيا مع مركب ثاني السبب انه اليوريا is less toxic and excretable excretable معناها انه it can be excreted by the renal system without any problem and it will be used as an indication for the renal function هاي واحد من الاشياء او الميجر ثينكس يو هاف تو اندرستاند توداي از ان اوتكم وبالتالي بقدر افهم شو الاسئله اللي ممكن تيجي سو بيسيكلي لانه الامونيا از توكسيك ات هاز تو بي كونفرتد ثرو ماني ستيبس اند ذيس ار ذا ميجر رياكشن فيرست اوف اول اور رياكشنز فيرست اوف اول الامونيا هاز تو بي كونجوجيتد وذ كربون داي اوكسايد تو فورم واتس كولد كاربامويل فوسفيت مولكيول هلا فوسفيت مش شايفينها هون احنا معناها في عندنا سورس للفوسفيت
هو indeed it's ATP molecule. فأول reaction بده ATP. Then it will form citrulline. The next step is conjugation of citrulline اللي هو amino acid as well with aspartate to form what's called arginine succinate. And then we cleave this molecule to form succinic acid or succinate and formation of arginine. And the cleavage of arginine by releasing of the urea will form ornithine. Okay, so it's an amino acid metabolic pathway. In fact, كل هذول عبارة عن أحماض أمينية. The metabolism, the cleavage تبعهم, the conjugation will produce the urea. Okay. هلا شغلة مهمة جدا أثناء اليوريا سايكل نعرف اليوريا structure how it looks like. You have to know that the urea has the following. Where is it? Structure here. هلا الكلر كود بيساعدنا نعرف انه هي عباره عن كاربونيل جروب، معناها في عندنا كاربون ديوكسيد مولكيول وفي عندنا تو امونيا مولكيولز تو فورم اليوريا. هلا لازم نعرف كمان الامونيا او الامونيوم ايونز اللي ارتبطوا كونوا اليوريا من وين اجوا بالاساس. So as a cycle it starts here at this point. والمكان تبعها وين؟ The matrix of the mitochondria, because the enzyme is there. The enzyme is responsible for the first reaction in the urea cycle, and then it will continue until you have another source of ammonia here. Okay? So we have the first one, which is coming from free ammonia, and we have the second one as an ammonia, which came from aspartate. Okay? So now the urea, which is composed of two ammonia molecules or ammonium molecules. الاثنين مش من الفري امونيا. One of them is from the free ammonia and the other one from the aspartate molecule. هذا رح نناقشه بعد شوي، بس خليني ارجع باك ل the process of urea cycle. So this is the major process of urea cycle and the major molecules that are involved. And why we have urea at oh sorry, why we have ammonia at the beginning. الامونيا ليش موجودة اصلا؟ لانه في عندنا نيتروجين كومباوندز، بسموهم نيتروجين كونتيننج compounds زي النيتروجين بيزز زي الامينو اسيدز and many other molecules that contain الامونيا. هلا السؤال بيطرح نفسه وبجاوب على نفسه بنفس الوقت، انه ما دام الامونيا توكسيك مولكيول so it's not preferred to be metabolized or preferred to be formed، يعني مش من المفضل انها تكون موجوده. However في عندنا ظروف بتخلي الامونيا تنتج عندنا في الجسم. هذا بقودنا لسؤال انه ليش البروتينز والامينو اسيدز لا تعتبر مصدر اساسي للطاقه؟ احد اسباب فشل البروتينات انها تكون مصدر اساسي للطاقه احتوائها على الامونيا جروب. تمام، السبب انه الامونيا هاي راح تكون توكسيك فيرست اوف اول. ذا سكند ثينج ات نيدز كايند اوف ميكانيزم تو بي اكسكريتد فروم ذا بودي، فبالتالي راح تكون انرجي كونسيومينج مولكيول. فلذلك الكربوهيدرات والفاتي اسيدز او الليبيدز ان جنرال they are preferred to be source of energy لانه ما عندهمش امونيا، ما عندهمش نيتروجين. وبالتالي المركبات اللي بتحتوي على النيتروجين they are not preferred to be energy source. Why? Because they have waste of nitrogen. وهذا بكلف الخلايا توكسيسيتي، بكلفهم ميكانيزم اخرى عشان اتخلص من الامونيا اللي موجوده في السيركيليشن. فهذا السبب انه احنا ما بنعتمدش عليهم كمصدر للطاقه، بينما during the metabolism we will produce a lot of ammonia because the amino acids that we have in our circulation came from either diet or if you would recycling of the cells or turnover of the cells or damage of the proteins, and we have to produce other metabolites like for example porphyrin اذا بتعرفوا، الكرياتين تكلمنا عنه يمكن بالCVS part, and many other molecules that are containing nitrogen او الامونيا they have to be metabolized from the amino acids. So amino acids good metabolites, good precursors for certain molecules. However, الأمونيا بتطلع منهم is toxic and has to be released from the body. هلا في وظائف أخرى للأمينو أسيدز، إنه we can convert some amino acids to carbohydrates that are called glycogenic or ketone, but it's another story. التعامل مع الأحماض الأمينية بتم من خلال two major reactions, transamination and oxidative deamination process من أجل إخراج الأمونيا molecules. So what does that mean? Transamination means إنه الأمونيا group can be transferred from one amino acid to a keto acid. فالكيتو acid بتحول إلى another amino acid, while the amino acid itself will be converted to keto acid. This is very basic concept in the transamination reaction of amino acids. هذا واحد من أهم reactions لازم دائما تضلوا متذكرينهم، إنه في عندنا transamination reactions عبارة عن coupled reaction
واحد منهم بيكون involved as an amino acid والأثر بيكون عبارة عن keto acid، بس مش أي keto acid، it's coupled keto acid. ورح نأخذ عليهم specific example. الانزيم اللي بيشتغل على هذا الرياكشن اسمه amino transferase enzyme or transaminase enzyme، لهم two يعني names. So the major thing is to transfer the amino group whether in the forward or backward reaction. سواء the forward one or backward one, which means that we can synthesize certain amino acids or we can synthesize glutamate as a choice of non-essential amino acid. Okay? Specifically, إذا نتكلم عن الألانين convergent to pyruvate, البيروفيت عبارة عن keto acid بالنسبة للألانين. الجلوتامate له keto acid اسمه alpha ketoglutarate. This is an example of transamination reaction. والإنزيم موجود هون عبارة عن ألانين transaminase reaction or ألانين amino transferase reaction. It's the same thing. ALT for example. Another example, إذا غيرنا نوع الكيتو أسيد والكابلت رياكشن راح نكون أسبارتيت. Okay? Instead of formation of, أو إذا بدك conversion of glutamate to alpha keto glutarate. بس هون عكسين الرياكشن يعني الجلوتامات مش متعادل. And the enzyme is called AST. هلا هذول reactions لأنه they involve transamination, they have to have pyridoxal phosphate as a coenzyme in these reactions. هلا إذا إحنا عملنا transfer of the amino group from one amino acid to another or from one molecule to another, at the end of the day we have to do transamination and then deamination process. Deamination means that you have to release the ammonia and it has this strange specific reaction. Why it's strange? لما تطلع على هذا الرياكشن usually when we say for example X dehydrogenase enzyme يا اما بكون عندي NAD NADH as a coenzyme او NADP NADPH. In this case you can notice, it's obvious that the deamination process involves the glutamate as a precursor for the deamination. معنى ذلك انه كل الانزيمز او كل الامينو اسيدز تكلمنا عنهم, they will drive or they will feed the glutamate by deamination process. Okay? فكل الاحماض الامينيه الفاينل ديستيني لهم ان يتحولوا الى glutamate because the glutamate is the one that has the possibility to deaminated because this enzyme is specific for glutamate, not any other amino acid. So glutamate dehydrogenase is responsible for deamination process. At the same time, the enzyme itself can do amination of the alpha ketoglutarate molecule. هلا قبل شوي كنا نشوف هذا reaction itself is coupled with transamination. زي هون. بينما لوحده اذا كان في عندنا glutamate dehydrogenase it will have forward reaction of deamination and backward reaction of amination. هلا ال forward reaction requires this oxidizing agent اللي هو ال NAD. The backward one requires this reducing agent اللي هو ال NADPH. Okay? Keep in mind, حط عليه دوائر هاي ال NADPH. معناها لها اهميه كبيره بالميتابوليزم. هو الـ NADPH ليش نستخدمه احنا بشكل عام؟ الانابوليزم. وبالتالي تلقائيا خلينا نعطي الاجابه من هلا. The toxicity of ammonia, if you have high concentration of ammonia in the bloodstream, it will cause consumption of the NADPH molecules. And this is the hypothesized or the hypothesis of the toxicity of the ammonia, it will cause consumption of the NADPH through the backward reaction because it will catalyze or it will activate the backward reaction of the glutamate dehydrogenase enzyme. So this is the source of the toxicity of the ammonia. So again, we have a lot of amino acids that are going through transamination reaction. كلهم بيروحوا بعطوا الامينو جروب للجلوتامات, and the glutamate is responsible for the deamination process and vice versa. فتخيل انه في عندك لود عالي من الامونيا, so the reaction will be backward directed in order to consume or compensate the concentration تاع الامونيا بالنسبه لهذول individuals, and that's why it's going to be toxic because of the high consumption of NADPH, not because it's present in high concentration لانها هي عباره عن acidic molecule for example او neutral molecule according to its situation. Okay, now الامينو اسيد ميتابوليزم بيحدث في كل الخلايا في الجسم, but the deamination process itself in order to produce الامونيا as well as the urea cycle has a specific location. Okay, اللي هو
الليفر سايت اتسلف. عشان هيك متوقع انه الامونيا has to be transported from peripheral tissues to the liver due to its toxicity. الامونيا ما بتنتقلش بشكل فري. We have certain concentration of free ammonia بالبلد ستريم. معظم الامونيا اللي بتنتقل من البيريفيرال تيشوز بغض النظر which one is the peripheral tissue, it has to be transported by certain carriers. هذول الكاريرز عباره عن امينو اسيدز. The first choice is to conjugate الامونيا with glutamate by glutamine synthetase enzyme. ما دام synthetase حرف التي هذا بيدل على انه في عندنا ATP consumption to form what's called glutamine. It's another amino acid and it will be transported safely in the blood to the liver. هذا اول خيار بدها carrier. Okay. وهذا لا يمنع انه في عندك certain level of ammonia in the blood stream بس ما يكونش اعلى من هذاك الليفل. هلا بنحكي عنه بعد شوي. The second amino acid is alanine from other cycles in the blood stream and the other peripheral tissues. So we provide the liver with ammonia in two forms, alanine or glutamine. This is called alanine glucose cycle. And this one is just transportation of glutamine from all peripheral tissues to the liver site. هلا, once they reach the liver, خلينا نحكي عن الجلوتامين. We have glutaminase enzyme. Glutaminase will release the ammonia and reverse back, اللي هو الجلوتامate molecule. الجلوتامate بيدخل في cycles متعددة. من ضمنها اللي هو transamination reaction. على سبيل المثال, transamination of glutamate to be alpha ketoglutarate will cause this is the actually deamination reaction. While it forms alpha ketoglutarate, it will go back as a glutamate and consumption of ammonia as an amino acid and converted back to keto acid. هلا هاي السايكل بحاجة إنك دائما تظل متذكر الميجر pathways. For example, the pyruvate can be converted to glucose but indirectly. بدنا نذكر هاي الشغلة لأنه ما حدش يقول لي بالمستقبل انه البايروفيت كان بي كونفرتد تو جلوكوز. اتس نوت جلوكوجينيك مولكيول. اوكي, ذير از انذر كايند اوف سايكل في باي باس لها اللي هو بتحول لفوسفينيل بايروفيت عن طريق الاوكسال اسيتيت. جست ريمبر انه الامينو اسيد كان بي كونفرتد تو جلوكوز اللي هو زي ما بتحكي باللغه العاميه كانك بتضرب عصفورين بحجر. انت بتنقل الالانين تو ذا ليفر اند ذا الالانين كان بي كونفرتد الكربون سكيلتون تبعه بتحول الى جلوكوز. While إنه الألانين itself the major issue بالنسبة إله اللي هو الترانسامينيشن, and as another option اللي هو using the carbon skeleton as a source of glucose. عشان هيك إحنا بنحكي عنها ألانين glucose cycle. It's the cycle between the liver and the peripheral tissues. Okay. هلا تطلع على التفاصيل اللي هون كثير لأنه it's the same thing. The amino acids they have this ammonia that will be given to the alpha ketoglutarate. You will form glutamate and then you will form alanine from pyruvate. It's the same cycle that you have there. Okay. هلا الإشكالية إنه تروح forward ولا backward depending على substrate itself. إذا كانت الأمونيا هون بhigh concentration, it will go to the glutamine or glutamate formation and then formation of alanine. هلا the most important thing is conducted in the liver. بتصير بالليفر اللي هو ال transfer of the ammonia or convert the ammonia molecules to the urea through the urea cycle. Which is this cycle. أنا بهمني this one. Okay. تتذكر الميجر ستيبس, الميجر مولكيولز في السايكل, وفي عندنا بعض الأشياء السبيسيفيك بالنسبة للسايكل لازم نكون كمان عارفينها. The first thing, إنه the first reaction involves carbon dioxide, ammonia and two ATP molecules. لأنه ممكن يكون واحد من الأسئلة how many ATP molecules are required to form urea as an example. هون اثنين. اوكي بدنا نعدهم بعد شوي. طيب the first molecule that's going to be formed اللي هو الكربامويل فوسفيت, عباره عن الكربون دايوكسيد الامونيا والفوسفيت اللي اجت من الاي تي بي مولكيولز. الانزيم اتسلف كربامويل فوسفيت سينثيتيز تايب 1, معناها في عندي تايب 2 له فانكشن اخر. اوكي هلا الكربامويل فوسفيت will be conjugated with ornithine to form what's called citrulline and it can be easily transported outside of the mitochondria. هلا وظيفة الستيرولين والأورنيثين انه they are just shuttling mechanism. انه عشان اطلع الامونيا I have to have ornithine. Okay? Because it can go back to the or can go to the cytosol. As a source or a new source of citrulline I have to have ornithine. So these molecules are shuttling الامونيا.
The next step is conversion of citrulline with aspartate molecule as a conjugation reaction to arginine succinate. هذا بحاجة إلى ATP molecule and it will be converted to AMP. كم molecule ATP استهلكنا؟ ثلاثة. كم ATP equivalent؟ أربعة. الإكويفالنت معناها المكافئ. إيش يعني مكافئ؟ كأنك استهلكت أربعة ATP molecules. السبب إنه الATP اللي هون تحول إلى AMP pyrophosphate. كمية الدلتا جي الفري إنرجي اللي بتنتج بهذا الرياكشن تعادل استهلاك 2 ATP molecules. أوكي؟ يعني بدل ما يكون 7.4 أو 7.35 for example it will be like 14.7. The enzyme is called arginine succinate synthase or synthetase enzyme لأنه في عندنا ATP involvement and the lyase enzyme simply will cleave the arginine succinate to fumarate and arginine. هلا في هون line بنتبعه بعد شوي. The arginine cleavage by arginase will form urea and ornithine again. So it's very simple cycle. عشان هيك أنا حكيت لك إنه تتذكر لي هذول the major steps and it will be much more easy. Okay. إذا بدنا نتذكرها هون carbamoyl phosphate الأورنيثين مع الكربون فوسفات will form citrulline, aspartate conjugation will form arginine succinate and then cleavage will form arginine. هلا هون في عندنا مولكيول اللي هو الفيوماريت لزيادة يعني إذا بدك. Okay. الأرجينين by arginase will form urea and ornithine and the cycle is going to be conducted again and again. The most important thing is to know the steps in the cytosol and the steps in the mitochondrial matrix. Okay. يعني بمعنى آخر تعرف الانزيمز الموجودين هون والموجودين هون. اوكي هلا اهم سؤال كمان انه الامونيا الموجوده على اليوريا سورس واحد منهم الفري امونيا اللي كانت هون موجوده the second one came from the aspartate. طيب في لاين خفيف حكيت عنه على جنب اللي هو الفيوماليت itself if it's going to be converted to malate and then oxaloacetate هذا جزء مهم جدا من كريبس سايكل. فاذا برجع شوي وبشوف الانتجريشن اللي حكيت عنه هون في البدايه. اوكي سو ذيس از ذا كونكشن بتوين فور اكزامبل اليوريا سايكل اند ذن ذا كريبس سايكل ثرو ذا فيوماريت اند اوكسالو اسيتيت ستيبس. اوكي سو ذيس از ذا انتجريشن بتوين ذيس تو ميكانيزمز از ا كونكشن بوينتس اف يو وود. تمام؟ اي سؤال؟ كلير. طيب هلا you can imagine انه اذا في عندي deficiency بواحد من هذول الانزيمز we will have hyper ammonemia مش hyper uremia hyper ammonemia. ليش؟ لانه cycle itself is defected so the ammonia concentration will be higher so it requires certain kind of intervention عشان تخلص من الامونيا and luckily we have kind of treatment that will release الأمونيا from the body instead of being toxic. Again, it's the same cycle that we described before, urea cycle itself. And the carbamoyl phosphate molecule came from the free ammonia that is formed by deamination reactions. معناها بنرجع للأساس في عندنا transamination and then deamination, formation of ammonia and then the ammonia will go through the urea cycle. And here we have the connection between the urea cycle and components of the Krebs cycle اللي هم mainly the oxaloacetate أو حتى إذا بدك transamination reaction. So transamination reactions are usually or they are always there when we talk about urea cycle and deamination process. هلا هاي الخطوة هون بس للإشارة إنه if you have high concentration of ammonia due to a block in the urea cycle, these components will go back to inhibit deamination reaction itself and consumption of NADPH molecule. It's not because we have accumulation of certain metabolites. It's because we are consuming NADPH as a hypothesis or theory for the toxicity of hyperammonemia. So the serum level of ammonia usually is between 5 to 35 micromolar. It's very low concentration. And it will be neurotoxic if we have high concentration of ammonia. The source of toxicity is the NADPH consumption, or maybe for the neurological system is the accumulation of ammonia itself. At high concentrations, ammonia can cause coma or death because it is alkaline molecule, okay, depending on the ionic situation of that molecule.
The source of the ammonemia or hyperammonemia, it could be acquired by certain drugs that will affect the urea cycle, inhibition of the urea cycle. سألوني بجاوب. Or congenital one, it's the same thing. Instead of inhibition of the urea cycle, we have deficiency in the enzyme of or one of the enzymes of the urea cycle, and the incidence, as I mentioned always, it depends on the European or American studies. اللي هو 1 ل 25000 الانسيدنس ان ذا بوبوليشن اور بريفالنس اف يو وود اند ذا موست كومن وان از ا كوز اللي هو الاورنيثين ترانس كاربامويل كاربامويليز ديفيشنسي انزيم اند اتس اكس لينكد ديزيز اوكي سو ايذر كونجينيتال وان اور اكويرد وان ان ايذر كيسز وي كود هاف هايبر امونيميا از ا كونديشن ذات كان بي تريتد باي ذس برو دراج فينيل بيوتريت مولكيول ايش يعني برو دراج؟ بتحول لاكتف دراج افتر انجستشن بعد ما يدخل للجسم، مين اللي بيحوله؟ الليفر بيحوله الى مولكيول اسمه فينيل اسيتيت. هذا الفينيل اسيتيت اللي هو هذا will react with glutamine and it will form what's called phenyl acetyl glutamine. طيب شو علاقته بالامونيا؟ عشان اكون جلوتامين I have to have ammonia. So it's kind of indirect treatment by activating formation of glutamine. ليش بصير في activation of formation of glutamine؟ لانه as a product it will be at lower concentration لانه بصير له depletion from the body. So the cells will try to compensate the glutamine by activating this reaction. So the drug itself is facilitating the excretion of the complex of glutamine and phenylacetate molecule وهذا بيؤدي انه انت تعوض الجلوتامين as a forward or if you would backward reaction it depends on the direction of the reaction by consumption of the ammonia that we have in the blood stream. هلا الابنورمال ammonia concentration can be either reduced one or increased one. These are the two major cases, hypo or hyperammonemia. هلا the first cause اللي هو not very common انه في عندنا low protein diet in that individual فبالتالي فيش عندك امونيا. السبب انه البروتينز والامينو اسيدز ار ذا ميجر سورس اوف ذا امونيا ان ذا بودي اور سيفير ليفر ديزيز بيكوز وي دونت معنى ذلك انه الانزيمز المسؤولين عن ترانسامينيشن ديامينيشن دي ار نوت اكتف ديو تو ذا دامج اوف ذا ليفر اور ووتر ريتينشن ات مينز ذات يو هاف هاي كونستريشن اوف هايبر فوليميك اللي هو هاي كونستريشن اوف ووتر ان ذا بلاد ستريم فبيؤدي الى لوور كونستريشن اوف امونيا اند ماني اذر باراميترز فهي بروبورشنال كونستريشن راذر ذان بينج انه هي abnormal or pathological condition. هلا الهايبرامونيميا has three major types: pre-renal or renal or post-renal. Pre-renal we have high protein diet in that individual or sometimes hemorrhage in the GI system. Any cause of increased protein catabolism زي ما الحالة العكسية الموجودة في low protein metabolism or low protein diet or impaired renal perfusion system. The renal one, we have problem in the renal system. The ammonia is accumulating in the bloodstream due to the deficiency in the function, or we have what's called nephropathic disease. And it will be characterized by what's called reduced GFR, glomerular filtration rate, as will be discussed in the physiology part. The post-renal thing means that we have obstruction in the tubules of the renal system. As a parameter for the function of the renal system, usually we do not rely on the ammonia. الأمونيا مش من الإنديكيشنز على الرينال فانكشن. Okay? مين الإنديكيشن للرينال فانكشن؟ اليوريا itself والكرياتينين. If we have high concentration of urea or creatinine in the blood, it means that the renal system is not filtrating these waste molecules very well. هلا الأمونيا is another indication for the maybe sometimes renal or post-renal function. Okay, وبالتالي إذا بتسأل عن renal function test أو kidney function test ما راح تلاحظ وجود الأمونيا من ضمن الفحوصات. It will be associated with metabolic disorders rather than renal function. عشان الكرياتينين مهم بالنسبة للrenal function we have to recall الأشياء اللي أخذناها أعتقد بالCVS. قلنا أنه من أهم المركبات اللي بلاش احنا المركبات نعيد الستوري كالاتي لانه الظاهر في مشكله ما بالقطاع الصحي
لغاية الآن 2024 احنا بشهر 5 لا زال في مس دياجنوسيس بالام اي الميوكارديال انفاركشن، وهذا الشيء يعني فيري شوكينج، يعني شيء مش معقول انه ستيل وي كانت اور وي هاف مس دياجنوسيس لناس عندهم اكيوت ميوكارديال انفاركشن بروح بموت او عنده ستروك لغايه هاي اللحظه اللي انا بحكي فيها، روح ما فيك شيء يا اطباء المستقبل، ما حدا بيجيك على المستشفى او على العياده ما عندوش شيء. هسه بتقوليها وانت قاعده هون على الكرسي مرتاحه، بس لما بيجيك البيشنت على الطوارئ الموضوع مختلف، اوكي، لانه بكون مخك مشغول ب100 شغله بعرف شو هي، ممكن تكون الاخصائي اللي بده يسالك ولا وات ايفر، او المستشفى بتضغط انه تدخلش مرضى كثير، في اشياء كثير بتدخل بالموضوع، بس ما حدا بيجي على المستشفى للرفاهيه، يعني مش لاقي مكان روح عليه بروح على المستشفى. وهذا الكلام انا سامعه من فيجرز بالاردن بالقطاع الطبي، فيجرز يعني ناس لهم جزء منهم كان اطباء لجلاله الملك حسين، وجزء منهم اعمده في المجال الطبي بالاردن. ملاحظتهم تحكيش لحدا ما عندكش شيء. يعني هذا مش كلامي انا، مش كلام مظهر الزعبي لوحده. فيش حدا بيجي على المستشفى ما عندهوش شيء، عنده بين. المشكلة انه we don't know شو السبب. اوكي؟ يعني اعطيكم مثال وانا اتحدى. بعد ما تخلصوا تصيروا اخصائيين ان شاء الله واو الى اخره، ارجعوا لي بعد 10 15 سنة ان شاء الله يكون في جواب. الـ irritable bowel syndrome كيف تتعالج؟ خلص روح تعايش معها. فيش شيء تعايش معه. يعني ليش الميديسن موجود؟ في مشكلة، عشان هيك أنا يعني بأكد على هذا الموضوع، إنه واحد من الماركز اللي نستخدمهم على سبيل المثال للميوكارديال انفاركشن CKMB كرياتين كاينيز تايب ام بي، هذا واحد من الماركرز، بس في ماركرز ثانيين زي التروبونين اللي هو الجوردن ماركر، هذا أخذناه بالسي في اس، وقلنا إنه الفروقات بينهم تعتمد على الشلف لايف لكل واحد منهم، إنه كل واحد قديش بضل بالبلد ستريم. هلا CKMB بضل لغايه 24 ساعه، البيك بعد 12 ساعه يوجوالي. هلا التروبونين بيطول لانه هو عباره عن بروتين راذر ذان ان انزيم، تمام؟ ليش بعيدهم هذول؟ عشان نضل متذكرين انه في ستيل وي هاف ايرورز اور ميستيكس اور مس دياجنوسيس، ما بعرف ليش بتصير، اوكي، وبروح فيها ضحايا للاسف. طيب هلا الكرياتينين اتسلف از ان انديكيشن اوف ذا renal function and it came from the cyclization of creatine and creatine phosphate. Cyclization معناها you are metabolizing the creatine itself by dehydration reaction. It's a spontaneous one. Or we have another kind of reaction that is releasing the phosphate or phosphohydrolase enzyme in order to form what's called creatinine. These reactions are irreversible. يعني الكرياتين والكرياتين فوسفات are converted to creatinine irreversibly. ما برجعوش بتكونوا بالعكس. And the creatinine itself and these two molecules as well as the creatine indication على وجود amino acids بالcirculation اللي هو mainly arginine, glycine. The glycine واحد من the most common amino acids and the smallest one. Okay؟ طيب. الأسئلة بالتالي مشان نعرف عن ايش بدنا نسأل وشو المهم بهذا الموضوع. The precursors للcreatinine ايش هم؟ لا. ارجينين وجلايسين. معنى ذلك انه اذا في عندك مصل ماس، في عندك مصلز او بروتينز، هم راح يكونوا الميجر سورس للكرياتينين او الكرياتين او الكرياتين فوسفيت. فكل هذول البريكيرسر تبعهم عباره عن ارجينين جلايسين. اوكي؟ And we have these steps of conjugation again and formation of ornithine if you remember. اللي هو involved in the urea cycle. طيب. Guanidino acetate will be converted by methyltransferase enzyme to creatine and then reversibly it will be converted to creatine phosphate لأن الكرياتين فوسفات عنده كمية دلتا جي أكبر بكثير من الـ ATP فأنت صح بتضحي بـ ATP مولكيول بس بتنتج مولكيول عنده طاقة أكبر كمصدر تخزيني بالنسبة للمصل سواء كارديك أو سموث أو سكيليتال مصلز إن جنرال. هذا أهم شيء بالنسبة للكرياتين أو الكرياتينين. الآن الكرياتينين متوقع بما انه هو بيعتمد على تركيز الاحماض الامينيه مين لهذول التو امينو اسيدز معناه هو بيعتمد على تركيز او الماس اوف ذا مسل ان ذا بودي. فاذا بنيجي بنفحص اشخاص
ونشوف النورمال كونسنتريشن للكرياتينين عند الميلز والفيميلز فور شور وي هاف تو ديفرنت ليفلز. الناس اللي تلعب رياضه بتروح على الجيم غير الناس اللي قاعده على التلفزيون او عندها دراسه كثير بتضل قاعده على الكرسي فور اكزامبل. اوكي الناس اليونج غير الناس اللي اولد ايج او نيو بورنز اذا بدك. سو ات ديبندز اون ذا ماسل ماس. لذلك هي تعتبر so far good indication for the renal function لانه احنا بنحكي عن UGS الان. تمام هلا الكرياتينين يعبر عن بشكل عام قديش الكتابوليزم للمسلز ان جنرال اعمال بتحمل الاحماض امينيه. اوكي وبالتالي for certain period of time like years تقريبا بضل concentration ثابت ما بتغير بتغير الدايت. فالكرياتينين السيكريت تبعه انه it's a metabolite or catabolite of the muscle mass اللي هو body proteins mainly rather than diet contents. شو ما تغذيت على اي نوع من البروتين the creatinine is not going to be affected. لذلك هو يعتبر واحد من indication على ال renal function test لانه ما بتغير for long period of time. اوكي هلا الكرياتينين itself concentration as a parameter for the لانه this is very important to remember لما بنحكي عن اليوريا بنحكي كمان عن الكرياتينين. هلا في عندنا physiological conditions like pregnancy بتؤدي الى زياده الكرياتينين. السبب we have a new muscle mass or a new tissue in the body. The pathological condition reduced muscle bulk اذا في عندنا low concentration of creatinine. وهذول الحالات معروف الكونديشن تبعهم. الاولى physiological، الثانيه pathological معناها في عندنا حاله starvation او في عندنا one لا سمح الله من الديزيز اللي تتعلق بالdeterioration of the muscles. The increased concentration of the creatinine can be either non-pathological one as significant parameter اللي هو high meat intake and strenuous exercise. هلا هذول نحكي عن long time or long period of time ناس دائما بيلعبوا رياضه دائما عندهم كتله عضليه عاليه دائما عندهم consumption of meat لانه بالنهايه it's not the meat cause it's the formation of the muscles because of the formation of proteins because of the protein source for these structures or these proteins. So it's non-pathological one from the significant point of view. Certain drugs that can affect the metabolism of the creatinine itself, like salicylic acid, for example. Pathological condition is renal problem. So that this is the most important thing. When we have high concentration of the creatinine, most of the pathological features will be related to the renal function. هاي أهم شغلة بالنسبة ل الكرياتينين واليوريا. كم الساعة بالله؟ لسه في وقت يا جماعة، في 10 دقائق نخلص. اوكي هلا حكينا بيوم من الايام بالريسبيراتوري سيستم عن شيء اسمه الاسيد بيس بالانس. تمام؟ معلش بجوز للبعض ممل، بجوز للبعض مش مفهوم، بس للكل فيري امبورتنت. السبب انه واحدة من البارامترز التي دائما تقاس في غرف الطوارئ او في الناس اللي في الكريتيكال كير يونتس. تمام السبب اهميه البي اتش في البلد ستريم. اذا كان في عندك اسيديميا او اذا بدك ميتابوليك اسيدوسيس اور الكالوسيس سو وي هاف اور وي هاف تو بي فاميليار وذ ذا كوزز اند هاو تو مانج ذات. بيفور ذات وي هاف تو اندرستاند هاو ذا بودي از كنترولينج or keeping the homeostasis of the acid base balance. احنا قلنا انه في عندنا 3 lines of defense against acidosis. يعني اذا صار في عندي حاله acidosis ارتفاع في الهيدروجين ايون كونسنتريشن او انخفاض في الرقم الهيدروجيني بدنا ندير بالنا من هاي المفاهيم. What are the lines of defense؟ مين هم خطوط الدفاع؟ The first one is carbonic acid reaction. Bicarbonate مع الووتر or carbon dioxide مع الووتر carbonic acid and then bicarbonate. فالبايكربونيت reaction is responsible for fine tuning بنسميه احنا ضبط ال pH في السيلز او في البلد ستريم اللي هو الكومبارتمنتس الموجوده في البادي. هلا في conditions بصير في عندنا acidosis or alkalosis needs more intervention needs more defense lines. السكند defense line طبعا ما ننسى بس خليني اذكر بشغله انه الكربونيك اسيد باي كربونيت رياكشن وذ اذر رياكشنز لايك الفوسفيت بوفر فور اكزامبل. هلا السكند لاين از ا هاير ليفل اذا بتحكي عن هذاك فاين تونينج
هذا شوي كورس تونينج اللي هو ريسبيراتوري سيستم. ريسبيراتوري سيستم very simple to understand. يا إما عندك أسيدوسيس وسببه بغض النظر عن السبب في high concentration of hydrogen ions، فالحل الوحيد إني أمسك الهيدروجين أحوله لكربونيك أسيد وأدفع الرياكشن إنه يكون كربون ديوكسيد. عشان هيك الأسيدوسيس مرتبط بالهايبر فنتيليشن. هايبر فنتيليشن معناها التنفس عالي بدي أتخلص من كربون ديوكسيد. الألكالوسيس عكسه تماما، إنه the body the central nervous system will stimulate hypoventilation إذا في عندك ألكالوسيس، خصوصا الميتابوليك ألكالوسيس. فإذا في الميتابوليك أسيدوسيس هايبر فنتيليشن لأنه في عندك أسيديك كونديشن، العكس في الميتابوليك ألكالوسيس. الثيرد لاين إذا respiratory system is not enough and usually it's not enough، طوالي الإنسان بروح على الحمام سواء كان باليورينيشن أو فيكال ديسبوزل whatever. In both cases we are releasing the hydrogen ions from the bloodstream by the renal system. So either you are releasing the hydrogen ions by releasing of carbon dioxide اللي هو سبب من أسباب تكون carbonic acid، أو بالعكس من تحت الرينال سيستم will start to release the hydrogens، بالإضافة أنه بسحب شوية بايكربونات اللي هي بتساعد على أنه في عندنا more alkaline condition. Okay? This is the simplest way to understand how the body is controlling the pH value أو the buffering system. Okay? So the first case for example اللي هو metabolic alkalosis means that you have high low concentration of hydrogen ions and expected to have high concentration of bicarbonate. واحد من الكونديشنز قبل ما نروح على الرينال سيستم كيف بيشتغل، الكونديشنز اللي بتؤدي للميتابوليك الكالوسيس، ريمبر اولويز انه مشكله الميتابوليك الكالوسيس انه عندك بايكربونات اللي هي هاي وين موجوده؟ بالبلد ستريم. هلا هاي الكيس بالرينال سيستم نساليها شوي، ليش بصير في عندي بايكربونات بالبلد ستريم؟ لانه في سبب ما ادى انه يكون في عندنا retention أو formation of bicarbonate. هذا بصير في حالات زي الفوميتنج، الفوميتنج أو الدايرية، خصوصا الفوميتنج لأن الفوميتنج بطلع كل الأسيدز الموجودة في الاستومك. الآن الميوكوزال سيلز اللي في الاستومك بتحاول تعوض الهيدروجين أيونز هذولا إنها تروح تنتجهم. أوكي؟ وبالتالي هي بتنتج الهيدروجين أيونز للجت اللي هو للاستومك. بال other part of the reaction you have bicarbonate بتروح الاتجاه الاخر وين؟ على البلد ستريم. وبالتالي الفوميتنج as a consequence later on will cause metabolic alkalosis اللي هو ارتفاع البايكربونات. هلا في عندنا threshold معين بالنسبه للبايكربونات بالنسبه للرينال سيستم and after that the renal system will start to excrete البايكربونات. لانه في عندي قاعده اساسيه لازم تتذكرها انه normally we are not excreting البايكربونات. ما بنطلع البايكربونات في اليورين، ما بيكون موجود. Okay. Unless it reaches the threshold. Unfortunately, في بعض الحالات من الفوميتنج they are saying إنه مع ارتفاع مع الفوميتنج نفسه the threshold value will be increased. معنى آخر إذا كان مثلاً ال concentration المطلوب 30 ملي مولر بعض الأحيان بصير 40 as arbitrary number and the ammonia or the bicarbonate is not going to be excreted outside or retained to the body. وبالتالي actually it's not excreted outside. It will stay in the body. فأحيانا واحد من المشاكل بالنسبة للميتابوليك الكالوسيس ارتفاع threshold بالرينال سيستم. However إذا في عندك بايكربونات concentration عالي في البلد ستريم it has to be excreted through the renal system due to the cutoff of the renal the threshold. Threshold معناها درجة العتبة بالنسبة للconcentration. So normally this is the bloodstream that takes back the bicarbonate اللي جاي من two sources. احنا قلنا بالزمانات بالرسبيراتوري سيستم I think بعرفش اذا ناقشته ولا معقول. في عندنا two sources للبيكربونات اللي بتيجي من الرينال سيستم. واحد منهم pure excretion or net formation of bicarbonate. والثاني retention of bicarbonate. واحد منهم اللي هو صار له excretion or filtrated and it will be reabsorbed by the reaction of carbonic acid, carbon dioxide diffusion and then going back to carbonic acid and bicarbonate and transported back. So we have to have these transporters اللي هم الهيدروجين ايون ترانسبورترز as well as bicarbonate transporters. هذا بسموه
retention. Retention معناها you are transported back الفلتريتد 1 اللي اجى من هون. Okay. The other one is net formation. وين بكون؟ في tubular cells. إن tubular cells هذولا they form bicarbonate. في حالة الميتابوليك alkalosis the second mechanism اللي هو formation of bicarbonate will be stopped. Okay. لأنه إذا أنت بتكون أصلا هون وعمالك تعمل retention you increase the problem of metabolic alkalosis. Normally the bicarbonate is going to be filtrated. Why? Because we have this threshold value. Metabolic acidosis, بما أنها metabolic, cause معناها synthesis of or formation of hydrogen ion in the bloodstream or in the cells due to certain acidic molecules. زي مين؟ Amino acids for example or certain acids in the body. الحل بالنسبة للmetabolic acidosis, the first line اللي هو bicarbonic or carbonic acid bicarbonate reaction, it's not enough. The second line, respiratory system, so we will have hyperventilation in order to release the carbon dioxide. And the third line, and these are actually the parameters that you will find in the lab. Okay. The third line is the mechanism of the renal system. A lot of things are going to work through the renal system. Normally, the glutamine راح يكون جاي من the peripheral tissues, and mainly could be muscle or liver, to the renal tubular cells. And itself can be converted to glutamate and then alpha ketoglutarate. هلا two reactions هذول راح يطلعوا لي الأمونيا molecules that are responsible for the neutralization of the hydrogen ions that are going to be excreted by the renal tubular cells. So basically, as a kind of neutralization of acidic behavior or acidic environment that will be generated by the release of carbon dioxide and formation of hydrogen ions, and we have this specific transporter is also combined with the glutaminase and glutamine or glutamate dehydrogenase reactions that are going to release the ammonia. هذا جزء من البفرنج system in the renal tubular cells عشان ما يصيرش في عندي burning due to the acidic or acid formation. هاي واحدة. اثنين بنكمل هون. الالفا كيتوغلوتريت مولكيول هذا can be conjugated with the hydrogen. Actually, it is going to be reduced and formation of, for example, certain metabolites like glucose or carbon dioxide by decarboxylation reaction, and then the water that can be transported back to the bloodstream. This mechanism actually is going to be limited or diminished when we talk about metabolic acidosis. The other parameter that you have to pay attention to is the retention of the bicarbonate as well as the formation of the bicarbonate. In this case, the renal tubular cells will activate two mechanisms, retention and net formation of bicarbonate. Okay, so we have a new bicarbonate molecule that will be added from the renal tubular cells. هلا هذا الرياكشن يا جماعه لما قلنا هون كاربونيك انهيدريز انزيم مش نفس الرياكشن اللي موجود في الميتابوليك الكالوسيس. اوكي الميتابوليك الكالوسيس از ذا ريتينشن اوف امونيا سوري بايكربونات ذات از اوريدي فلتريتد. هذا الرياكشن ديسكرايبنج ذا نيو فورميشن اوف ذا نيو بايكربونات از ويل از ذا ريتينشن اوف ذا بايكربونات. يعني تو ثينجز ار هابينج توجذر. So the bloodstream is trying to reabsorb and reform bicarbonate as well as depleting the carbon dioxide from the bloodstream, whether it came from the metabolic tissues or from the reabsorption of carbonic acid due to the metabolism of alpha-ketoglutarate. So the major point in the renal system is get rid of hydrogen ions through the diffusion of carbon dioxide mechanism, okay? And retention of bicarbonate. وكلمة retention معناها newly formed and reabsorbed bicarbonate. لهون بتكون انتهت المحاضرة. هلا ما تبقى راح نكمل بس ضل سلايد واحد المرة الجاي اللي هو this one بحكي عن transportation. And then هذول السلايدز من 25 لغاية يمكن 37 repeated things about اللي هو acid base balance بس بطريقة أخرى. Okay. لانه مكتوبين هون بتفاصيل اكثر. شو يعني reabsorption؟ شو يعني generation of new bicarbonate as well؟